مشاهدينا مرحبا بكم معنا في عدد جديد من 45 دقيقة. في حلقة اليوم غادي نقربكم من موضوع كيهدد حياة أزيد من 700 ألف أسرة وخلف السنوات الأخيرة عدد من الضحايا منهم جرحى وقتلى. الأمر كيتعلق بواقع المنازل أيلة السقوط اللي أصبح موضوع كثير جدل بسبب رفض عدد من قاطني هذه المنازل تنفيذ قرارات رسمية بإخلاءها، الأمر اللي كيهدد حياتهم بالخطر. كدير غير إلا جيت الزغيح حوايجك من الماريو كيهبط عليك الطما ديال الحجر. نانتا شو الشقافي الغادية شو هي هربات من هنا حيط كبير مشقوق الله يحفظ إلى هذاك الشيء اللي ما تصومش راه غادي واحد الكاتاستروف. حنا خصنا نكونوا متيقنين فين ما تصب الشتاء غادي يوقع المشكل ربما أكثر. الملف ديال المباني الآيلة للسقوط هو من أعقد الملفات اللي كيعرفها تدبير المجال بصفة عامة. 85 سكن يمكن يطيح اليوم ولا غدا، وبعد واحد العدد السكن اللي طاح من واحد الأجزاء فيها السكان وتوصلوا بالقرار ديال الهدم والإفراغ وما بغاوش يخرجوا. الخوف هذا راه خطر عليك أنا. الطبق الأول فيه خطر كبير، راه ضروري لينا من ضرورنا من ايفاكياسيون ديال السكان. أنه ما يمكنناش أننا نجيو الآن ونخرجوا الناس والظروف ديالي سيئة. الناس ضعفة والتاني ما كيبغيش يخرج كيقول عطيني فين السكان عاد نخرج. فإذا ما خرجش فهو كيتسبب الخطر نفسه وجيرانه. وإذا خرج فين غادي يمشي؟ هاد الناس اللي عندهم الهدف شكون اللي وداخلين في الآيل السقوط. لا راه الدولة بكلفة. أزيد من 43 ألف منزل مهدد بالانهيار بالمغرب بحسب آخر الأرقام الرسمية، وهذا الأمر كيهدد حياة ألاف الأشخاص لكون جزء كبير من قاطني هذه المنازل كيفضلوا البقاء فيها والعيش في خطر على مغادرتها خوفا من المجهول. المنازل آيلة للسقوط في قلب الجدل، موضوع حلقة اليوم. المنازل أيلة للسقوط كتهدد حياة أزيد من 700 ألف أسرة بحسب أرقام رسمية، وإذا افترضنا أن كل أسرة مكونة فقط من زوج أشخاص فهذه المباني كتهدد حياة أزيد من مليون شخص بالوفاة، وهو العدد اللي كيضاعف بأكثر من 155 مرة عدد الضحايا اللي توفوا بسبب فيروس كورونا، واللي وصل عددهم الأزيد من 8600 شخص إلى حدود بداية شهر مارس من سنة 2021. المنازل أيلة للسقوط واللي عددها حسب أرقام رسمية صدرت سنة 2012 كيفوق 43 ألف منزل، و85% منها كيتواجدوا بها سكان، وبحسب أرقام رسمية مصدرها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. فعدد المباني اللي استفدت من برنامج التدخل في السكن المهدد بالانهيار وصل إلى غاية 2017 ل 27500 بناية من أصل 43697 المحصية، لكن رغم تدخل الوزارة في هذا الملف فمازال في كل سنة كتنهار عدد من المنازل، ومع بداية سنة 2021 ما نهارش منزل واحد. وماشي زوج بل عدد من الحوادث المماثلة كتوقع وكتخلف أرواح في الكثير من الأحيان، وآخر هذه الحوادث انهيار منزل بالمدينة القديمة بالدار البيضاء واللي خلف مقتل شخص، واللي قضت عناصر الوقاية المدنية أزيد من 12 ساعة في البحث عليه. وقبل انتشال الجثة ديال الشخص من تحت الأنقاض تلاقينا قائد الوقاية المدنية المكلف بهذه المهمة. ما غادي نمشي ونتحركوا من هنا يحكم تخرجوا لا فيكسيم، إلا كان فيكسيم اللي قالوا الناس بأنه راه كاين كنجبدوه وغادي نخليو هذا المكان كله غادي نقلبوه ونشوفوا واش كاين شي واحد ولا ما كاينش، الا ما كانش ما كاينش الا كان غادي نجبو ان شاء الله. تدخل عناصر الوقايه المدنيه في انهيار المنازل ما كيكونش امر سهل، وبالاخص الى انهيار المنزل خلف ضحايا. بالنسبه لانهيار المنازل هي من اصعب العمليات اللي كتقوم بها الوقايه المدنيه،
يعني الا كان غير حريق راه كنتمكنوا من الاطفاء ديالو في ظرف وجيز. نقدر نستغرق الامر ساعتين او ثلاثه ساعات ممكن اخماد الحريق. اما بالنسبه للعمليات ديال البحث التنقيب عن الاشخاص في الانقاض عندما تكون هناك منزل انهار هنا كتقدر تطلب العمليه تقدر تمشي حتى يوم يومين او ثلاث ايام. السؤال اللي كيطرح نفسه هو علاش كاينين ضحايا؟ واش ما تمش التدخل من اجل اخبار سكان هذه البنايات بانها آيلة للسقوط او واش ما تمش اخلاءها؟ وداخل نفس المكان تلاقينا باحد السكان اللي كيعيش داخل منزل مهدد بالانهيار. شوف الدار كيفاش، شوف الدروس الحديد كيبان ديال الدروس، الدروس الحديد ديالهم كيبان. عمر طاح عليكم شي سقف ولا شي حاجه؟ راه كيطيح، وحده طاحت، هذوك الدروس طاحوا. ما لقينا حتى حل مع هاد الناس. القانون 94-12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضاري كيلزم رؤساء المجالس الجماعية باتخاذ قرارات تدعيم أو هدم المباني الآيلة للسقوط بعد التحقق من خلال خبرة تقنية أو تقارير مكتوبة للجان الإقليمية أن البناية كتشكل خطر، فوجر تبليغ هذا الشخص بقرار من الجماعة. صيفطوا لي ورقة باش نسد باب الدار، نسد باب الدار نخوي الدار. علاش ما خويتيش؟ ما عنديش باش نخوي، فين غنمشي نسكن؟ كيقول لك سير خرج كري، فين غنخرج نكري؟ عندي سبعة الولاد، جوج ولادي مجوجين. هذا الشخص تسلم قرار بإخلاء المبنى والهدم ديالو في سنة 2012، إلا أنه مازال كيقطن في المنزل إلى حدود سنة 2021، وهذه هي الإشكالية اللي كيعرفها ملف في المباني الآيلة للسقوط. فعدد من الأشخاص كيبقوا معرضين حياتهم للخطر وحياة الجيران كذلك. هالي إلا كانوا الدور ديال داكشي غيكون استعجالي بعدا. استعجالي قال لك إلا كندير بنا إلا كندير الصلاح يصلحوا. كان هذا الهدم لأن حنا في الخطر. لا بالنسبة للدار ديالنا حنا كان جات من قبل، كان جات اللجنة وعبروا البودرات، عبروا المسائل ديالهم، عبروا الرادار الفسحية، وهذا لاباري ديالهم ديكلارات بلي راه الدار صحيحة. لكن بالنسبة لهذه الدار هذه ما خلاوش الناس يدخلوا لها، المهم سدوها على أساس بلي مورا ما كاينينش، ولكن راه هي اللي فيها المشكل، هي اللي فيها لو ريسك، والفيها لو ريسك بالنسبة للستيغل ديالهم كتشكل خطر بزاف على الستيغل ديالهم. الناس اللي كانوا ساكنين فيها راه بالنسبة لهم هما راه هربوا، ملي هربوا حنا طلعنا شفنا شنو كاين، حتى حنا كتبان لنا الشكل علينا خطر. وديك راينا السيد القائد ديال وهضر مع الناس قال لهم انتم خصكم تخرجوا، اللي قدامهم اللي موراهم واللي بجنبهم خصكم تخرجوا. ريت منزل نصيفطوا شي لجنه باش تجي تشوف الحاله ديال هذا المنزل هذا، وديك الساعه يتموا يعني الاجراءات اللازمه في حقها. ولكن المشكل ديالنا حنا واش هذا الشيء غيكون استعجالي ولا كما هاد الدار هذه اللي بقات 12 سنه وهما سادينها وزامطينها، ملي هبطت معها خمسه ديال الديور صحاح. خطورة المنزل في هذا المكان خلات عدد من السكان يخويو منازلهم خوفا من الكارثة. دابا حاليا هاد السيدة ساكنه هنا خرجات، انا غتجي غتجر عليها الناس اللي ساكنين فيها هربوا. وحسب تصريحات السكان فالسلطات الترابية طلبات منهم يخليو منازلهم بسبب خطورة المنزل المجاور اللي كتبين هاد الصور الحالة ديالو، الا ان عدد منهم رفضوا الخروج. فشنو هو السبب؟ دابا المشكل راه كاين اللي يقدر عنده فين يمشي، عنده على الاقل يمشي غير هو بلا ما يدي معاه حوايجه، ولكن كاين بحال مثلا هاد فين غتمشي؟ راه ما يمكنش، ما عندها فين تمشي. هاد الاشخاص متخوفين من المنزل المجاور لهم، واذا ما تمش التدخل فمن الممكن توقع مأساة كيف سبق وقع في درب مولاي الشريف بالدار البيضاء في يناير 2021 بعد انهيار ثلاثة ديال المنازل واللي تسببت في وفاة ثلاثة ديال الاشخاص. منهم انا نيت، منهم انا نيت، انا كنقلب دابا الكرات يقول لك 60000 ريال 50000 ريال 40000 ريال. احنا الان وسط درب مولاي الشريف بالدار البيضاء وبالضبط بجانب المنزل اللي انهار في بدايه السنه، وهنا تلاقينا بمجموعه من ابناء هذا الحي واللي من بينهم ناس اللي كيسكنوا في منازل آيلة للسقوط. ناس عندهم واحد التخوف، لماذا؟ لان الاشكال اللي عندهم هو اشكال في يعني في الامكانيه باش انه يخرج مثلا ويرجع يكري وهذا وهذا. اذا فالناس كتقول لك ودي انا نفضل نبقى في الدار فوالا وندير الاجراءات ناخذ الوريقه باش كنبقاو نتحمل المسؤوليه، انا تريب عليا ما عنديش مشكل ولكن ما عنديش. هذا الحادث خلى السلطات تخلي مجموعه من المنازل وتقوم بالاغلاق ديالها تفاديا لوقوع اي حوادث اخرى وسقوط ضحايا اخرين. كيف كتلاحظوا دابا كاين بعد ما تنهاروا هاد المنازل يعني قرات السلطه انها تقفل بعض المنازل بحال هذيك اللي تشوفوا تمايا، ذاك المحل التجاري ياك،
كاين منازل في هذا الشارع هذا، وكاين هذاك المنزل اللي اون فاس لي الظهر ديالنا تقريبا هادو، ويعني عشرات ديال المنازل اللي تقفلت دابا نهائيا ومنع الساكنه ترجع لها. عدد من المنازل في درب مولاي الشريف جرى تبليغ اصحابها بقرارات الاخلاء والهدم من سنه 2012. بعضهم غادر هذه المنازل والبعض الاخر رفض، وهنا سولنا على هذه النقطه. اولا كما قلنا حنايا امكانيات الماديه ما كتسمحش لديك عائله تمشي تكري بلاصه اخرى، مع العلم ان اغلب الساكنه ديال درب مولاي الشريف مصدر الرزق ديالها نشاط المعيش ديالها قريب الحي. هذا كان ربما عزلات بنا عزلات المسؤوليه تحت الساكنه انهم يفكروا بسرعه باش يلقاو حل لهذا المشكل باش ما يتعاودش، لان خصنا نكونوا متيقنين فين ما تصب الشتاء غادي يوقع المشكل ربما اكثر. انا مو متضررين ومعايا ثلاثه اخوين تاهم متضررين تاهم، حنا خرجنا في 2016 2018 بيتو، لان حتى حنا تخبرنا بي في تنقول انا ان بي في وصلنا اون كوبي بان الدار هذه راه خرج قرار انها تتخوى، ولكن الجيران بقاو كاين فيهم اللي ما قادرش يتحول. الجميع كيطالب بسكن بديل، وفي مدينة الدار البيضاء كتجري المساهمة في استفادة السكان من السكن الاجتماعي في إطار برنامج التدخل في السكن المهدد بالانهيار. كله بقى هنا خرج طويل، كل شيء مازال عنده هنا المردوم، هانتوما كتشوفوا كل شيء بعينيك. احنا الان في مدينه فاس وسط حي بن دباب اللي انهار فيه واحد من المنازل في بدايه السنه دون ما يخلف ضحايا، وبجوار هذا المنزل تلاقينا الناس اللي كانوا ساكنين فيه. هذه كانت واقفه من طاحت هذه جرتها لعندها السفلي، هو كتشوفوا كله دعموه دابا كامل دعموه بالحديد، خوهم ديك الساعه تخرجوا ماليه علاش الناس السفلي تحش كامل ما بقى فيه حتى شي الموت ما في خطر، خوهم ومشاو الموب الاخر هو قبلت هذاك فين دايرين هذو القيطون هذاك تا هو راه تقاص راه تزر وتشق كامل هاد الديور كلهم راه كلشي مدعدع. انا حوايجي هما مازالين، هاد راه حوايجي هادو اللي كتشوفها همايا، هاد راه عندي مازال انا حوايجي كاملين انايا هنايا كلشي عندي هنايا، الكوزينه مازال عندي ملي بعدا كلشي عندي تردم، انا حوايجي مازال كلشي هنايا يا هنايا. داخل هاد الحي عدد من المنازل مهدده بالانهيار ومازال ارواح كتعيش بداخلها. مينا اشي بلا مازال اخويا كنت زدت نهار على نهار الشقه كتزيد وكتكبر كتكحز باش ملي كتكون الشتا والريح الدار كتمشي وتجي والطرطيق كتطرطق الباب كتطرطق الارض ما كتعرفيش ملي كتكلم الطرطيقه ما كتعرفيش شنو كيطيح كاوش كطيح شي حاجه كاوش الحيط كيتفرع كاوش ما كتفهميش شنو كاين. مازال ساكنين خويا ساكنين هنا فين غنمشيو عاد فاش طاحت الدار مشينا عندهم قال لك الدار في الخطر. حنا كنطلبوا حقنا حنا هادي ما عنديش البديل كيفاش ندير انا بولادي خصني ناخذ هادي الاستفاده ديالي ونخرج بوليداتي هادشي اللي كنطالب انايا خرجوا سالمي. وماشي هاد الحاله فقط اللي لقينا داخل هاد الحي بل عدد من الحالات هذا كله تيهبط الشاب اي حاجه تيهبط كدير غير الا جيت تهز غير حوايجك من الماريو كيهبط عليك الطما ديال الحجر نهانت. هاد السيده واللي كتسكن في هاد المنزل رفقه زوجها وزوج ديال الاطفال كيعيشوا في خطر كيف ما كتظهر الصور، وهذا خلانا نسولوا هاد السيده واش ما تقدماتش بشكايه. قولوا اجي غير دعم ليا غير فين نبقى ساكنه تيقول لك انا ما ندعملكش الا بغيتي خصك تخرجي وهاك السد المليون حيت السد المليون ما كافياناش انا كنشوف راسي ما عنديش شي حاجه اللي غنزيد وكان انا ما نقدش نعيش في هاد العيشه هادي وغنزيد من عندي ونمشي نشري حد بيعطوني دار فين نسكن نمشي حيت حياة ولادي هي أهم. حسب تصريحها هاد السيدة تلقات عرض وجرى إخبارها بضرورة إخلاء المنزل، ورغم أنها على علم بالخطر اللي كتعيش فيه رفقة أطفالها إلا أنها مازال كتسكن فيه، الأمر اللي ما قامش به هاد الشخص. شو الشقة في الغادية شو هي هربات من لهنا شو الشقة ندخلوا نشوفوا الدار السيد لا ما شنو نقولك أخوي فعلا دخلنا راه محلوش نخرجوا راه غير تسخرم عند الله حنا براسي راه مخرج حويجات حاطهم غير عند الناس الوالد عاوتاني صيفط الوالد عاوتاني عند الناس وغزلنا حويجاتنا مفرقين لهم وصافي علاش؟ راني طحت هاد الدار هادي وحنا عندنا الورقة ديال الخروج من 2015 يعني الغالب الله بنادم ما عندوش فيها يدي يمشي ولا علاش ما خرجتوش في 2015؟ ما كاينش باش تخرجوا اخويا الغالب الله ما حتاش نقول لكم. هاد الشخص توصل بقرار الإفراغ سنة 2015 وما خرجش من المنزل حتى لسنة 2021 بعد انهيار منزل مجاور، وواقع الحال كيف شفنا كيعرف نفس الأمر. سكان كيتوصلوا بقرارات الإخلاء والهدم لكن ما كيجريش تنفيذها في أغلب الأحيان من طرفهم سواء مقترين أو ملاك، ورغم أن القانون واضح في هذا الأمر.
إلا أن السلم الاجتماعي كيكون حاجز لإخلاء قاطني المنازل الأيلة للسقوط. الوضع القائم في مدينة الدار البيضاء وباقي المدن اللي كتعيش نفس المشكل ما كيختلفش على الوضع في مدينة فاس اللي كتوفر على 20% من مجموع المباني الأيلة للسقوط بالمغرب، وأغلب هذه المباني كتواجد في مدينة العتيقة بفاس. فشنو هو الوضع بهذه المدينة وشنو هو الدور اللي كتقوم به الجهات المعنية الممثلة في الوكالة الوطنية للتنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس، وفين كتبدأ وفين كتنتهي حدود تدخلات هذه الوكالة؟ لنتابع. تدبير أزمة البنايات الأيلة للسقوط خلى مجموعة من المشاريع والبرامج تخرج الأرض الوجود من أجل التدخل في هذا الملف. وبحسب إحصاء قامت به وزارة الداخلية سنة 2012، فعدد المباني الأيلة للسقوط بلغ أزيد من 43,000 بناية، وجرى التدخل إلى حدود سنة 2017 في 27,500 بناية. في البطحة شنو الأضرار اللي عندك الشريف؟ عندي الدروج كلهم خصهم يتصلحوا، وعندي واحد السقوفة كلهم خصهم كيقطر شويه الماء شي بليصات باش لا خصو يتصلح. احنا الان بمدينه فاس واللي بحسب دراسه جرى انجازها في الموضوع، فالمدينه العتيقه بفاس كتوفر على 20% من المباني الايله للسقوط المتواجده على الصعيد الوطني، وفي هذا الاطار كتدخل وكاله التنميه ورد الاعتبار لمدينه فاس اللي احنا الان كنتواجدوا داخل مقر الخليه الاجتماعيه التابعه لها، واللي كيتوجهوا لها عدد من السكان لتقديم شكايات حول المنازل اللي كيسكنوا فيها. وداخل هذا المكان ما تلاقيناش بحاله وحده، حيط كبير مشقوق الله يحفظ لي هذاك الشيء الا ما تصوبش راه غادي واحد الكاتاستروف. وماشي زوج، السقف ديالها مضرور والحيوط مشقوقين بزاف. وماشي ثلاثة، شكرا الله ان شاء الله تجي عند الجنه باش تجي تعاير البنايه. الخليه الاجتماعيه التابعه لوكاله التنميه ورد الاعتبار لمدينه فاس كتستقبل يوميا عشرات الاشخاص اللي كيقصدوا هذا المكان من اجل تقديم شكايات بخصوص منازلهم، وهنا حضرنا لوحده من الجلسات اللي غادي يجري خلالها تقديم شكايه. هادي وجا فوسط واحد الدار وداك الشقه داكشي خطير الله يحفظ. الله يجازيك بخير، عجانا واحد السيد محتاج الزياره ديال اللجنه. حنا درجنا اللجنه غادي ان شاء الله. خلينا هاد الشخص واللي جرى إدراج المنزل ديالو في جدول الزيارات اللي غادي تقوم بها اللجنه في نفس اليوم، وانتقلنا لمكتب مجاور باش نشوفوا حاله اخرى. السقوفه اللي مجيت السطح الورقه كلها تطيح. بناء على هذه المعطيات اللي عطيتيني غنعيط للجنه ديال اليقظه وتدبير المخاطر على اساس باش انهم يجيو لعندك يديروا زياره يديروا معاينه للدار يشوفوا الوضعيه ديال الدار كي دايره فعلا، لان هما اهل الاختصاص. الله يجازيك بخير اخويا، واحد السيده هي معايا دابا في البيرو، رقم الدار ديالها عند القراويين تماما. غير بالنسبه دابا جات عطاتني شي ملاحظات على الدار، ربما الدار ايله للسقوط. كاينين في الدار سيدي. انتظرنا انتهاء هذه السيده من وضع الشكايه، وسولناها على كيفاش عرفات بتواجد خليه تابعه لوكاله التنميه ورد الاعتبار لمدينه فاس كتهتم بموضوع تدبير المباني الايله للسقوط بالمدينه العتيقه. هاد البلاصه هادي كنت كنطلع لها انا والوالده ديالي باش تصلحت لها الدار، حتى هي استفدت من الاصلاح ديال هاد البروجي اللي كاين. خايفه لانني انا حاليا دابا هاي غتجي للجنه وبغات تلقاني في النهار تنقيل في داري وفي الليل ما كنعش فيها، ما كنقدرش نعس في الدار، انا كنخاف على راسي وعلى وليداتي. دابا حاليا يوميا في ما كندخل للدار كنخصني ضروري نفض الفراش ونصوب التراب كيطيح يوميا. العمل اللي كيجري داخل هذا المكان كيكون بتنسيق مع لجنة اليقظة وتدبير المخاطر، واللي كتقوم بمعاينة كل المنازل موضوع شكايات. دونك خصنا نعاودو نكثفو من العمليات ديال الاستقبال ديال المواطنين. كيف ما كتعرفوا كما بين هذا النهار هذا كاين واحد العدد كثير ديال المواطنين كنظن بانه راجع حتى لما يقع في الانهيارات في مدينة الدار البيضاء، وبالتالي كيشكل خوف على المواطنين. انتظرنا انتهاء هذا الاجتماع التنسيقي بين العاملين بالخلية الاجتماعية وسولنا المسؤول عليها واش كيكون عمل استباقي كتقوم به الخلية او كينتظروا شكايات المواطنين. نبدينا واحد المقاربة جديدة هي ديال البورتا بورت، بمعنى في انتظار ديال انه كيكون عندنا برامج ديال الاصلاح، راه حنا اللي كنهبطوا عند الناس، حنا اللي كندقوا عليهم، كاين عندنا الاطر ديالنا كيهبطوا كيعلموا الناس كيقولوا لهم ودي بان كاين برنامج ديال الاصلاح وكيشرحوا لهم اضافة الى الاستقبال، حنا نشكلوا بحال ديك الحلقة الوسيطة ولا ما بين، لانه كاين الدور الاكبر اللي كتلعبوا هو الدور ديال الخلية ديال هو الدور ديال لجنة اليقظة وتدبير المخاطر.
دونك كيفما شفتوا حنا كنحاولوا ننسقوا معاهم كل مره كيجي عندنا شي واحد لانهم هم المؤهلين ديال انهم يحددوا نوعيه الضرر وينوعيوا نوعيه الخطوره وايضا نوعيه التدخل. مفهوم الخطر عندنا حتى هنا يختلف. كيقد بعض المرات يجيو مواطنين ولا بعض الناس السكان اللي كيجي كيقول لك ودير عندي مشكل وهذه ومن بعد ملي كتهبط للجنه كيتبين لها بانه ما كاينش خطر كبير او لا الخطر لا يستدعي ديال انه التدخل. وصلنا بمجموعه الشكايات من الساكنه. عندنا مثلا طلب الترميم في منزل اي السقوط كاين في مولاي عبد الله درب الفران، وكذلك عندنا لك الحاله ديال اللي وقع فيها هدم جزئي ديال 12 درب الغاز. حنا الان رفقه لجنه اليقظه وتدبير المخاطر واللي كتستعد للقيام بمعاينه مجموعه من البنايات، وقبل التوجه للمدينه القديمه بفاس سولنا احد اعضاء اللجنه على المهام ديالها. المهام ديال هذه اللجنه هي مراقبة الدور المهددة بالسقوط، وذلك عن طريق إحصائيات تتحين بصفة دورية، عن طريق المعاينة ديال المنازل، تصنيف ديالها درجة الخطورة، درجة الأولى، درجة ثانية، درجة ثالثة، تجنبا لأي خطر. دابا راه مهودين شويه بشويه، تشوف هنا راه ما مدعمش وداك السيد راه في الخطر. هذاك راه في خطر. بالنسبه للهدم الدور الاي للسقوط اللي تتشكل خطر تتخرج للجنه تدير فيها محاضر وتتمشي فيها يعني المسطره القانونيه نتاع الاخلاء نتاع السكان هو الاول، ومن بعد انك شي تدوز عمليه نتاع الهدم. فاش تبدا العمليه ديال الهدم تدخل شركه اللي مختصه في الميدان تندعموا وتنبقاو غاديين شويه شويه كما تشوف الخطر اللي هنايا ما تنطيحوش بطريقه اللي هي عشوائيه، تمشي بشويه لان خطر كاين. هنا سولنا احد اعضاء اللجنه على سبب زياره منزل سبق لهم الزياره ديالو واتخاذ قرار فيه وشنو كيكون مصير السكان ديال المنزل. جينا لهذا المنزل نشوفوا تتبع الاشغال، فين وصلت الاشغال ديال الهدم، خاصه ان هذه الحاله عندها حاله اللي هي خاصه ان يعني الهدم ديالها بطريقه تدريجيه باش ما تشكلش خطوره على الجوار. هي كاين مجموعه ديال العمليات، هي في هذه الحاله اغلبيه الحالات تيكون تعويض بالنسبه للناس اللي كاريين، تيتستوى واحد المبلغ مالي تيتعوضوا به مؤقتا على ما يلقاو الكرا ديالهم ولا يلقاو شي بلاصه اخرى. هنا كاين النموذج ديال بعض التدخلات ديال التدعيم، كاين هنا وكاين من جهات اخرى كاين الصابه. السي حسن غيشرح لنا بايجاز. حسن هذه واش دار كانت ايلا السقوط ودعمتوا؟ هذه الدار كانت الى السقوط ار بلس 2 وفيها واحد فيها نيفو اللي كانوا مايلين على الصابه، تم التدعيم ديال الصابه بسميتو بقرار نتاع اللجنه، وهذا التدعيم تيداروا اوليا على ما تيكونوا مشاريع وتندخلوا باش تنصلحوا البنايات والصابات اللي تحت منها. بين الحالات اللي تم التدعيم ديالها بقرار نتاع اللجنه، ومن بعد داك الشيء جا برنامج ودخلت في اطار برنامج الاصلاح، الصابه كانت مدعمه، تصلحات الصابه وتصلح السكنه اللي فوق من السكنه بجوج مع الدكاكين ديالها اللي هنا تحت منها كلهم كانوا يستحقوا. كاين بزاف النماذج من هذا النوع هذا تدخل تتدعم من بعد منها تدخل في برنامج، وكاينه اللي تتصلح تتكون البرنامج تدخل في البرنامج ديريكت بلا تدعم، ديك الساعه تدخل برنامج نتاع اصلاح الشيء. إذا فتدخل اللجنة ووكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس لتدبير ملف المباني الآيلة للسقوط كيجري في إطار برامج، لكن اللجنة ما كتنتظرش وجود برامج للتدخل في البنايات بل كتقوم بتدعيمها وإصلاحها في إطار البرامج اللي كتطلقها الوكالة حسب ما جاء على لسان مخاطبنا. دابا الشقه الحاج داخل عندك الدار الداخل؟ اي حتى الداخل عندي الداخل، وعندي عاود في واحد واحد الجهه اخرى عندي الشقه حتى هي تبقى. حتى هذا باين عندك الداخل؟ اي حتى هو باين عندي الداخل. وعلاش ما بغيتيش تصلح؟ ما عنديش لي مويان. حيت حنا هذه راه دابا المره الثانيه اللي تتكتب لنا وتنجيو بالاولى وصيفطوا لي بانني نصلح انا وهذاك اخري، ولكن انا ما عندي. هنا اللجنة قامت بزيارة أحد الأشخاص اللي تلاقيناهم في مقر الخلية الاجتماعية، وهذه ماشي أول مرة غادي يشوفوا المنزل ديالو. ما حنا غادي نحاولوا ما يمكن إلا كان شي برنامج مقبل إن شاء الله ندمجوه حتى هو ونشوفوا له هذا الشقة هذا نصوبوا له. ولكن هذا الشقة ما كيشكلش خطر يعني. ماشي خطير جدا، لأن كان خطير غندخلوا ونديروا التدعيمات الأولية، دابا هذا ما عندوش الخطر لدرجة أن خصنا ندخلوا في التدعيمات. لأن دابا هذا الشقة هذا راه كاين، ولكن هو في يعني
يعني ما تيبانش بالعين المجرده اللي هو بواحد الكيفيه مستمره تيتحل بزاف. شفناه وعاود شفناه ودابا هو ولينا عاوتاني للمره الثالثه. إذن اللجنة كتنتظر برامج من أجل التدخل في البنايات المهددة بالسقوط، وكتتدخل استثناء خارج البرامج في الحالات اللي كتشكل خطورة على السكان. زيارات اللجنة ما انتهتش، وانتظرنا خروجهم من أحد المنازل اللي اعترضوا السكان ديالو دخولنا والتصوير بداخله، وسولنا أحد أعضاء اللجنة على واش ما كيلقاوش مشاكل مع بعض السكان اللي كيرفضوا إفراغ المنازل. شي هادشي كثير، هادشي راه من الاولويات، لان الناس اللي تتقول له مثلا نعطيك واحد المبلغ مالي وتيكون بالنسبه ليه هو ضئيل، تيقول لك انا ما عنديش فين نمشي. وطحنا في حالات تيكون شاري السكنه ديالو مثلا بواحد 50,000 درهم ولا 60,000 درهم، وتجي انت تعطيه واحد المبلغ قل من داك الشيء تيرفض. يعني هنا تتقى مع واحد السلطه عاوتاني بالتعاون مع السلطه، وهذاك الشيء تلقاو معاه يعني مرارا وتكرارا، تنستدعيوه ونعاودوا معاه حتى نوصلوا للهدف. انتقلنا بعد هذا المقر وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس، وتلقينا فؤاد السرغيني المدير العام ديالها، واللي سولناه على واش تدبير ملف المباني الآيلة للسقوط في المدينة القديمة بفاس أمر سهل أو أنه كيتطلب عمل استباقي. الملف ديال المباني الآيلة للسقوط هو من أعقد الملفات اللي كيعرفها تدبير المجال بصفة عامة، لأنه أولا هناك خطورة على الناس، خطورة على الحياة ديالهم، على الأرواح ديالهم، ما يمكنش تبقى تسنى حتى توقع الكارثة عاد تدخل فيها. أولا عندنا واحد جوج، بغينا نقول عندنا جوج ديال الوسائل اللي كتدخلوا بها. شنو هي؟ العامل البشري الإنساني، عندنا ديك اللجان اللي شفتهم طلعتوا عليهم ديال اليقظة وتدبير المخاطر، وفيه إمكانيات بشرية اللي كتتابع البنايات، كل بناية على حدة. إضافة إلى هذا الجانب البشري اللي عنده هذه المعرفة المباشرة، هناك النظام المعلومات الجغرافي اللي كان رصدوا فيه جميع البنايات اللي هي مهددة بنهيار من الدرجة الأولى والثانية والثالثة إلى ذلك. فبالتالي إحنا كان لذلك سمينا ديك اللجان اليقظة وتدبير المخاطر، ماشي كنزولوا المخاطر بصفة نهائية، ولكن على الأقل تنعملوا التدبير ديالها، تقوموا بتدبير ديالها باش ما يوقعش كوارث لا قدر الله. هنا سولنا المدير العام للوكالة على أصناف التدخلات اللي كيقوموا بها في البنايات الآيلة للسقوط. هناك العمليات الاستباقية، ما يسمى بالتدخلات الاستعجالية، كتدخل في واحد البناية بصفة استعجالية بصفقات كتكون عندك موجودة باش كتزول واحد الخطر يعني في آنيه في يومه، أو كتعمل واحد التدعيم في يومه. كذلك عمليات اللي كتتم عبر برمجة، لأن كنعرفوا أنه الخطر فيها ماشي آني، كتبرمجها باش كتدخل فيها على حسب التوافقات اللي كتعمل مع الناس وعلى حسب الأولويات اللي هي كتكون. وهناك بعض البنايات ماشي كثيرة بزاف، قليلة، اللي تقريبا دابا تدخلنا في واحد 144 بناية من ضمن واحد 3500 اللي هي غير قابلة للإصلاح وليست لها قيمة معمارية. فبالتالي بغيتي تصلحها وهي على هذيك الحالة وعلى هذيك المعمار يكون غير ضياع ديال الفلوس، فبالتالي تنقوموا بالهدم ديالها. اخر برنامج قامت به الوكاله كان ما بين 2013 و2017، وشمل التدخل في حوالي 3600 بنايه آيله للسقوط، وهو برنامج التدخل في البنايات الآيله للسقوط بمدينه فاس العتيقه، واللي كانت الوكاله كتدخل فيه حسب الاصناف اللي جات على لسان المدير العام ديال الوكاله. هذا خلانا نسولو مخاطبنا واش كاين برامج اخرى في المستقبل اللي غادي يستافدوا منها السكان اخرين. بقات ربما واحد المرحلة، ماشي نقولوا الفراغ، ولكن ما كانش تمويل، ولكن بقينا كنراقبوا البنايات من خلال الامكانيات الماليه اللي كانت عندنا باش كنتدخلوا في الاماكن اللي فيها الخطر. لكن جات في 2020 اتفاقيه اللي كتعمل على التواصل مع اتفاقيه قديمه، وهي التي تم التوقيع عليها امام صاحب الجلاله في 2 مارس من سنه 2020، واللي بفضلها عندنا الان برنامج للتدخل فيما يناهز 1000 بنايه. جميع هذه المعطيات خلتنا نقلبوا على أحد المستفيدين من برنامج التدخل في البنايات الآيلة للسقوط بمدينة فاس العتيقة، ولقينا هذا المنزل. جات اللجنة طلعوا السطح شافوه، لقاو السطح شوية مدقدق معاكنا مع الدار كانت خاوية. المهم شافوا الصابة، شافوا عندي واحد البيوس راهم الفوق تهما للسقف ديالهم كان دقدق. صافي جاوا المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، صافي شنينا معهم الكونتر. هنا سولنا هذه السيدة على شنو استفدت منه في إطار هذا البرنامج؟ قالوا لك هما غيحطوا، هما غيعطوا 8 مليون غادي يصلحوا المسائل اللي هي مضرورة، وأنا غادي وديك ساعة أنا نكمل. السقوفة، السطح كله تصلح، السقوفة اللي كانوا راشين كلهم زالوا،
كان عندي هنا الخشب زولته مزوق، ولكن الجايزة اللي تحت منه تهرست تعاودت، الزنقة عاود هكذاك السطح تصوب. هذا خلانا نسولو هاد السيدة على واش المنزل ديالها هو الوحيد اللي جرى إصلاحه في إطار هاد البرنامج. لا تصلحوا معايا شي 13 دار، وكل دار بحال ملي كانوا كيدخلوا كيلقاو عندي التصاميم كيسولوني واش انتينا اللي كتصلحي الدار، كنقول لهم لا راه لا دار اللي كتصلح لي. ملي كيعرفوا اللجنه جايه كيتعرضوا لهم. وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس كتدخل في تدبير ملف المباني الآيلة للسقوط منذ التسعينيات القرن الماضي، وكتقوم بعمل استباقي كيجري من خلال مراقبة جميع المباني المتواجدة في المدينة القديمة بفاس بغرض الحفاظ على المدينة القديمة والتراث المعماري اللي كتوفر عليه. إلا أن الوكالة ما كتدخلش في الأحياء اللي ما تابعاش للمدينة القديمة، واللي كيبقى التدخل فيها من اختصاص الوكالة الوطنية للتجديد الحضاري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط اللي جرى إحداثها بموجب القانون 94-12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضاري. فإلا كانت وكالة التنمية ورد الاعتبار مدينة فاس هي المكلفة بتدبير ملف المباني الآيلة للسقوط في المدينة العتيقة بفاس، فتدبير الملف في مدن أخرى كتولى الجماعات المحلية أو اللجان الإقليمية، واللي كتواجه عدد من الإكراهات لتدبير هذا الملف بغرض إنقاذ أرواح القاطنين بالمنازل أيلة السقوط. لنتابع. المباني الأيلة السقوط وبحسب أرقام رسمية كتعود لسنة 2012، كتمركز 24% منها بمدينة مراكش، و20% في مدينة فاس، و17% في مدينة مكناس، في الوقت اللي كتوزع 13% بين الدار البيضاء وتطوان، و26% المتبقية كتواجد في باقي المدن العتيقة في المغرب، واللي من بينها مدينة القصر الكبير اللي كتواجد بها أزيد من 1000 بناية آيلة للسقوط. الأول اللي كنعاني منه هو المواطن رغم التبلغ ديالو بهذا الإنذار بهذا الإفراغ مابغاش يخرج. حنا الان كنتواجدوا داخل مقر جماعه القصر الكبير، وهذا اجتماع كيعقدوا رئيس الجماعه رفقه قسم التعمير وممثلي بعض جمعيات المجتمع المدني اللي كتمثل سكان المدينه العتيقه بالقصر الكبير واللي كتعاني من مشكل المنازل الآيلة للسقوط. قنبله موثوقه 85 سكن، هذا يمكن يطيح اليوم ولا غدا، وبعد واحد العدد السكن اللي طاح من واحد الاجزاء فيها اللي فيها السكان وتوصلوا بالقرار ديال الهدم والافراغ وما بغاوش يخرجوا. رئيس جماعة القصر الكبير كيمارس المهام اللي كيخولها ليه القانون والمتمثلة في اتخاذ قرارات التدعيم والهدم ديال البنايات الآيلة للسقوط، وبما فيها التدخل بشكل استعجالي في الحالات الخطيرة. فشتو الواقع اللي كيواجه رئيس الجماعة في هذا الملف؟ هذا خصو جرأة وعد عنده عقوبة باش تخرج واحد الأسرة من برا، كيجوا الاحتجاجات ديال الجمعيات والحقوقيين والمجتمع المدني، كيولي الرئيس أفسد اتهام كيولي مجرم لأنه عمل واحد القرار باش يحافظ عليك السكينة، إذا ولات عندنا صعوبة في التنفيذ. ثم هذه المدينة القديمة كانت جبار دار موركين عليها أربعة ديار، عيط قصة هذيك عيط حور ربعة أخرين، إذا هذا إشكال. ورغم أن القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضاري في المادة السابعة منه كينص على أن رئيس مجلس الجماعة كيجوز ليه يطلب من عامل العمالة أو الإقليم المختص ترابيا استخدام القوة العمومية عند الاقتضاء لضمان التنفيذ الفوري لقراراته، كنلقى واقع آخر كيجري العمل به. الإخوان والأخوات دابا غادي ننطلقوا بحول الله إلى المدينة العتيقة باش نشوفوا هاد الناس اللي توصلوا بالقرار ديالهم علاش ما بغاوش يخرجوا. خرجنا رفقة لجنة تابعة لقسم التعمير بجماعة القصر الكبير في جولة للمدينة القديمة للتقرب أكثر من الأسباب اللي ما كيخليوش السكان يخرجوا من المنازل ديالهم. العمل اللي توصلتوا بالقرار هذا أشنو الفكرة ديالكم دابا حاليا اللي كتفكروا فيه؟ وكنفكروا باش يصوبوا لنا هادي راه غطي علينا غطيح لنا الدار وطيح علينا حنايا وطيح على الناس اللي كيدوزوا مع الزنقة. كاين شتي هاد السفادة راه كيطيح، ها هو الله يستر راه طاحت هادي راه طيح الدار كاملة، راه يكون في الخطر الشريف. الأغلبية ديال الناس كاين الكرية بعدا، الكرة كنقول قبيلها ما كيخرجوش، وكاين الناس عاوتاني بحال الناس ضعاف عاوتاني ما كيبغيش يخرج، كيقول حتى عطيني فين نسكن عاد نخرج. هي كاينه حالات، كاين حالات بزاف، كاينه قرار ديال الهدم وكاينه المقرر ديال الافراغ. المقرر الافراغ كيقول لك انا ما نشدهاش، عطيني فين نمشي نكون، لان نظرا للظروف الاجتماعيه ديالو تقول لك ما عنديش فين نمشي، عطيني فين نمشي نمشي. ولكن ثاني اما المالكين كيبقى راه شاد القرار حطو تماك
سواء كيجي يتابع المسطره القانونيه سواء كيجي يقول لك انا خصني نهدم ديك الدار ديالي باش نقدر نستافد منها. من هذا الشيء وقع الخطر. دابا يلاه حيت واحد الفوق هنايا وعندي الدرب. عطاوك واحد القرار ياك؟ أيه. عندك هنا؟ عندك عندك دابا؟ القرار القرار اللي كانوا عليه. دابا اش قالوا لك في القرار؟ قالوا لي خاصك تخرج من الدار باش تسمحوا لنا من جديد. تدخل الدار. صح ما كنا جيش عندنا الغدا، انا هيداك، لا انا فين نمشيو؟ عدد كبير من قرارات الهدم اللي كيصدرها رئيس المجلس الجماعي إلا أنه ما كيتمش تنفيذها، وهادو فقط عينة من عشرات القرارات اللي جرى إصدارها في شهر واحد فقط. والسكان كاملين كيطرحوا سؤال واحد، فين غنمشي؟ جوابا على سؤال علاش ما خرجتيش من البناية؟ فشنو هي الأسباب الأخرى اللي كتمنع تنفيذ القرارات ديال الهدم؟ بزاف القرارات اللي كان نديروهم ولكن ما كتفعلوش، الناس كاين اللي ما كيبغيش يشدهم، كاين بزاف الحالات. طوال كاين الناس اللي كارين كيخرجوا ما كيبغوش، كاين مواليها ما عندهم غرض تهدم ولا تطيح ولا ما، وكاين الورثه ما كيتفاهموش بيناتهم، كاين الناس اللي غايبين على برا، لان شحال من بنايه الناس مواليها مهاجرين ما كاينينش في المغرب كاع مثلا، فين غتقلب عليه فين غدير ليه؟ كاين الخراب هنا يعني كاين بنايات مهجوره واحد العدد. ظهور اللجنة في أزقة المدينة القديمة خرج عدد من السكان اللي كيتشكاو من الوضع اللي كيعيشوه داخل أو بجوار منازل مهددة بالسقوط. دخلوا تشوفوا لي داري باش نعيط من الصداع. زيد بنات فاطمه قال لي نطلعوا نتشكاو حتى واحد ما كيهضر. المشكل حنا راه كتسكن علينا هاد الدار، هادي راه دار الخطر علينا حنايا، ماشي هما يكونوا على خطر وحنا طاح علينا الدار. سفال البنايه هادي مواليها مهجورين يعني سمحوا فيها ومشاو بحالهم، عندها القرارات ديالها وعندها المسائل ديالها ولكن ما كاينينش، ما فين ماشي مطعم كاين. هاد السكان كيتشكاو من هاد البناية اللي مهجورة منذ سنوات وصادر في حقها قرار بالهدم، إلا أن القرار مازال ما تمش التنفيذ ديالو بحجة أن أصحاب البناية ما كاينينش، إلا أن القانون المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط واضح في هاد الحالة في المادة 17 اللي كتقول باللي عند وجود خطر حالي يهدد سلامة شاغلي مبنى آيل السقوط أو المارة أو المباني المجاورة له، يأمر رئيس الجماعة بعد توصله بتقرير من اللجنة الإقليمية المراقبين باتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لدرء الخطر واللي من بينها إعلام وتحسيس المالكين والقاطنين والمارة حول المخاطر المحتملة المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط المجاورة أو المحادية لهم، وذلك باستعمال كل وسائل التشوير ولوحات الإعلانات وكل وسيلة أخرى من شأنها أنها تساعد على درء الخطر عنهم، وكذلك الهدم الكلي أو الجزئي للمبنى أو المنشأة. وفي حالة عدم التعرف على أصحاب المبنى المادة 20 و21 كتوضح الإجراءات اللازم اتخاذها، فواش الجماعة كتقوم بهذه الإجراءات؟ القانون 94 ممكن نديروها حيت بالنسبة للقانون كيقول إذا كان مولا ما كاينش نقدروا نديروا فيه إعلان في الجرائد ولا شي وسيلة التواصل نقدروا باش الناس يعرفوا هذا الشيء، هذا عندها مدة شهر إلا ما بانش مولا الجماعة عندها الحق الإجراءات ديالها. وعلاش باقي ما درتوش هذه العملية؟ حنا باقي كنا اللجنة الأخرانية باقي القرارات اللي دارت المحاضر حنا كنديروهم كنبلغوا دابا شنو كان الناس كنبلغوا ليهم القرارات الهدم والقرارات الإفراغ ديالهم. إذن فمصالح الجماعة مازالت كتنتظر انقضاء الأجل القانوني اللي هو شهر وعدم العثور على صاحب أو صاحبة هذا المبنى قبل مباشرة عملية الهدم ديالو، وفي انتظار هذا كاينين أسر مهددة. خرج هذا القرار هذا خصو تكون يعني معاينة ويجيو عندك من المعاينة وبلا أن عيش من هذا القرار. كان واحد الوقت هذه نقدر نقول لك ما عرفتش كنشوف شنو اكبر مشكل عندكم هنايا في المدينه. المشكل عندنا هنا هو الدور الايلى للسقوط وماشي غير الدور الايلى للسقوط. دابا انا يعني الخلاصه ديال هاد المشاكل ممكن تجسد يعني في الدرب هذا. الا لاحظتي دابا هنايا انا السكن ديالي من مور هاد الدار هذه مباشره. عندنا دابا ثلاثه المشاكل، هاد الدار هذه خرج فيها قرار ديال الهدم الجزئي بناء على واحد المجموعه ديال المشاكل هنا هذا فتم الهدم ديالها. فالان هي مهجوره ومهجوره معناها ان اي للسقوط يعني في اي لحظه ممكن يطيح. قبلتي مباشره لاصقه في الدار هي خربه شو الشقوق اللي فيها شكون مولاها الله اعلم، ما عرفناش شكون اللي مولاها لحد الان. يعني تلاقينا داخل المدينه القديمه بواحد من الفاعلين الجمعويين اللي كيمثلوا السكان، وكيشفتوا كانت معاه وحده من السكان اللي توصلت بقرار ديال الافراغ واخر ديال الهدم، الا انها كترفض تنفيذ القرارين. غنبقى في الدار ما عنديش باش نكري ما عنديش باش نخرج.
هذا خلانا نسولوا الفاعل الجمعوي على رأيه في رفض السكان مغادرة المنازل رغم صدور قرارات الإفراغ والهدم. في المعادلة غير متوازنة، ملي كيقول المواطن أنا ما عندي فين نسكن ما قدرش نخرج، فإذا ما خرجش فهو كيتسبب الخطر نفسه وجيرانه، وإذا خرج في غادي يمشي. في الوقت اللي كتصدر قرارات بالهدم في المنازل القديمة كاين اللي عنده رأي آخر، كيشوف أن هدم المنازل ماشي قرار صائب، ولهذا تلقينا مع مؤرخ من مدينة القصر الكبير. لا يمكن تهديم هذا التراث لأن هذا ذاكرة، هذا تراثنا إنساني، تراث مغربي، هذه مدينة عتيقة، لهذا يجب الحفاظ عليها من عدة جهات، من الدولة، من المجلس، من المجتمع المدني ومن السكان كذلك يحافظوا على 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 هذا. ثم شيء ثاني أنه ما يمكنناش أننا نجيو الآن ونخرجوا الناس والظروف ديالهم سيئة والظروف مزرية والحالة ديال الوضعية ديال كورونا وغيرها ونخرجهم في غير يمشيوا هاد الناس. هاد الناس كخصم يعني حلول يعني واقعية. المشكل ديال المباني الآيلة للسقوط ما كتعانيش منه فقط المدن العتيقة بل كذلك مناطق غير مصنفة في هاد الإطار واللي بدورها كتعرف القيام بمجهودات من أجل تدبير هاد الملف. هادي فيها قرار، هذه فيها قرار هدم، فيها قرار ديال الهدم، فيها قرار ديال الهدم، أو تم الهدم ديالها، تم الهدم ديالها راه باقي مازال أونكور بناء على القرار ديال الهدم. حنا الآن بمدينة الدار البيضاء ورفقة لجنة محلية مكلفة بمعاينة مجموعة من المباني الآيلة للسقوط. وقبل الدخول لواحد من المنازل سولنا أحد أعضاء اللجنة على سبب خروجهم وكيفاش كتخرج هاد اللجنة. من بعد ما كانت توصلوا بالشكاية كان نفتحوا لها ملف وكنديروا لها برنامج باش كتخرج اللجنة من أجل المعاينة، وهذه دابا هي عملية المعاينة اللي غادي نديروها دابا غادي نباشروها. تشققات وتصدعات على مستوى الجدران. خلال العملية ديال الزيارة اللي كنقوموا بها كنشوفوا واحد مجموعة ديال الاختلالات اللي كاينة اللي طارئة على البناية، من ضمنها تصدعات تشققات إما على مستوى السقوف أو على مستوى الجدران. فهاد العملية هذه كاملة اللي كنلاحظوا حنايا الملاحظات ديالنا كاملة كنضمنوها في المحضر اللي كنكتبوه في آخر زيارة ديالتنا الميدانية لهذه البناية أين تسوق. لاحظنا تواجد دعامات حديدية بهذا المنزل اللي كيتواجد بجوار منزل كتجري عملية الهدم ديالو. هذا خلانا نسولوا واحد من أعضاء اللجنة على سبب وضع هذه الدعامات. كما كتشوفوا الدعامات اللي كاينه هنا في هذا المنزل المجاور للمنزل اللي تم الهدم ديالو كتقوم بها الشركة اللي تولات الهدم كإجراء وقائي استباقي احتياطي باش هاد المنزل ما يتهاوش على السكان ديالو. جا خبير عندك هو هذا اللي غيكون دار ممكن تدخلوا تشوفوا ممكن انا نشوف الدار. يلا ماشي حاجه طايحه لنا ولا شي حاجه طايحه مش فوق. نعم فوق. اي لا هنا تحت. حنا لتحت زيد اسيدي هنا نشوفوا معايا مزيان يا دار مزيان. هنايا السقف مزيان. هذا المحل مدعم قبل من 90 حيت الوالد الله يرحمه توفى في 90. من 90 درتو الاش قبل من 90 دعم هذا المحل راه الدالار نزلت على هذاك شويه سميت هذاك الطبق الاول فيه خطر كبير، الطبق السفلي اللي باقي شاد شويه يعني شاد هذا. بالنسبه للفوق راه ضروري لنا من ايفاكياسيون ديال السكان، ضروري من الاخلاء الفوري. وبالنسبه للطبق السفلي غادي يستدعي منا واحد الخبره ضروري تاهي نطلبوها الموظف. اين فوا كنديروا حنا القرار، اين فوا كتاخذ المقاطعه على القرار،
كتبلغ به السلطه المحليه بدورها كتبلغوا للسكان وكتبلغوا لصاحب المحل وكتبلغوا للمكتارين. اللجنه ما كتقومش فقط بمعاينه المباني الآيلة للسقوط لاصدار قرارات فيها، بل كتقوم خلال الخرجات ديالها بتتبع اشغال الهدم اللي كتنفذ على مباني صدرات فيها قرارات. كاين لا كان باشروا عمليه الهدم هادو كاين بجوجات هادو كاين هادو جوج كان القرار هذيك اخرى بقى هذيك هذيك هادو جزئي فكنلقاو هنايا بحال مثلا هذا المثال اللي عندنا دابا هنا كنلقاو بان كانوا عندنا واحد جوج ديال البنايات كان فيهم قرار صادر عن مقاطعه من السلطان من بعد ملي جات الشركه باش دير لي تيمو باش تدعم هذوك هذا بالاش باش دير لي تيمو لقينا بان هذوك الديور اللي قراب ليها حتى هما فيتيس حتى هما اي للسقوط فاضطرينا باش نديروا قرارات اخرى لهاد المباني الاخرى في حين اننا ولينا في عود جوج ديال الديور ولينا في خمسه ديال الديور. بعض المرات دار وحده كتبين لنا عيوب ديال ديور اخرين اللي كاينين فازيناج ديالها وكنديروا لهم تتبع من بعد باش كنديروا لهم معاينه ومن بعد كنصدروا لهم قرارات اللي هي يا اما فيها الهدم الجزئي او فيها الهدم الكلي حسب كل حاله واش كتطلب. هنا كان من لازم ما نسولوا واحد من اعضاء اللجنه واللي كيشتغل موظف تابع لوزاره اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسه المدينه، شنو كيكون المصير ديال سكان هذه المنازل بعد صدور قرارات الهدم واش الدوله كتكلف بهم مؤقتا قبل توفر السكن اللي كيستافدوا منه. لا كيدبروا الامر ديالهم ريتما يتوفر المنتوج السكني وكتكون العمليه ديال القرعه بكل شفافيه وهذه وكيستافدوا باثمنه تفضيليه. يعني الدوله هنا عندها واحد السؤال مهم، واش الدوله ملزمه انها توفر هاد الناس السكن؟ هاد الناس اللي عندهم الهدم الكلي وداخلين في الايل السقوط راه الدوله مكلفه بهم، راه الملفات ديالهم الاداريه راهم في الملحقه الاداريه وغادي ياخذوا غادي ياخذوا المسطره ديالهم في افق باش يستافدوا ان شاء الله. بعد انتهاء اللجنة من العمل اللي كتقوم به كيكون من لازم القيام باجتماع من أجل إعطاء توصيات اللجنة. اللجنة من أجل تحليل المحاضر غادي نشوف الملاحظات ديالكم كاملين. نشوف مع الهدم الكلي للبنايات حتى إن شاء الله مكتب دراسات مختص معترف الإخوان العمالة الهدم الكلي والكره الحضارية. حنا غادي نمشيو مع الهدم الكلي للبناية لأن هذا تفكير خطر وما يمكنش أننا ننتظروا حتى دار لها الإكسبيرتيز. الخدمه ديالنا ما كتساليش في السور تيران ولكن كنكملوا سور تيران كنجيو للمكتب من اجل تحرير المحضر اللي كما شفتوا كنحرروه يعني باتفاق ديال جميع اعضاء اللجنه بما في ذلك يعني هذا كاع التوصيات اللي كاع الملاحظات اللي لاحظنا في السور تيران وكننقلوها في المحضر ومن بعد كنديروا توصيات اللي كيبني عليها الرئيس المقاطعه من اجل تحرير القرار اما قرار كما شفتوا هذا دابا اللي دوزنا الملف اللي دوزنا قدامكم كان ملف ديال قرار هذا الكل. مجهود وعمل استباقي كتقوم به اللجان المعنيه من اجل تدبير ملف المباني الآيله للسقوط وتفادي وقوع حوادث وسقوط ضحايا، الا ان اللجان في مجموعه من المناطق كتواجه اكراهات في القيام بالعمل ديالها وكتواجه واقع فين غنمشي اللي كيخلي السكان يرفضوا ينفذوا قرارات اخلاء منازل كتهدد حياتهم بالخطر. وفي ظل هذا كيتطرح سؤال، واش الدوله ملزمه توفر سكن لقاطني هذه البنايات او ان قيامها بهذا الامر غير الزامي؟ والإجابة على هذا السؤال توجهنا بطلب للوزارة الوصية على قطاع السكن في الحكومة السابقة، إلا أن طلبنا ما لقاش تجاوب ولهذا توجهنا للمركز المغربي للتنمية والوعي القانوني اللي كيتابع موضوع البنايات الآيلة للسقوط وتلاقينا كاتب عام المركز اللي جاوبنا على السؤال. واش الدولة اليوم ملزمة أو غير ملزمة بأنها تعطي البديل للمواطنات والمواطنين؟ كيرتبط مبدئيا بالوثيقه الدستوريه اللي الفصل 31 منها كيمشي مباشره الى ان الدوله ملزمه عن طريق احدى المؤسسات العموميه او لا عن طريق الجماعات الترابيه بانها توفر سكن لائق للمواطنات والمواطنين. هنا جاء القانون 94/12 اللي كيتحدث على ان الدوله ملزمه باحداث المواطنات والمواطنين مبدئيا اماكن للسكن المؤقت في حالة ما أن هاد الناس هادو يكونوا خرجوا بصفة اضطرارية من المنازل ديالهم اللي هي آيلة للسقوط بشكل آني، ويلزم هاد الوكالة بأنها تقتني عقارات
وتستمر في مشاريع متعلقة بتهيئة والتجديد الحضري. شنو كيعني هذا بشكل واضح وبالدارجة؟ أنها خاصة تعطي المواطن والمواطنين فين يسكنوا. عدد من المتتبعين كيشوفوا أن الدولة ملزمة بتوفير سكن القاطني لمباني الأيلة للسقوط بناء على النصوص القانونية المتوفرة، إلا أن القوانين في هذا الإطار ما كتحددش على إلزامية القيام بهذا الأمر. والفصل 31 من الدستور كيقول: تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المواساة من الحق في سكن لائق. والمادة 34 من القانون 94-12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضاري جاء فيها باللي تناط بالوكالة الوطنية للتجديد الحضاري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط عدة مهام، وتتولى الوكالة العمل على توفير وحدات سكنية أو مراكز للإيواء المؤقت والقيام أو المساهمة في برامج المواكبة الاجتماعية للساكنة المعنية بمشاريع التجديد الحضاري وعمليات التدخل في المباني الآيلة للسقوط، وما تحدد القانون على الإلزامية. ظاهرة المباني الأيلة السقوط كتهدد حياة الآلاف من الأسر، واللي إفراغها من هذه المنازل من طرف السلطات المكلفة بهذا الأمر كيكون مواجه بمجموعة من الإكراهات. أولها رفض السكان الخروج من المنازل، الأمر اللي كيخلينا نسمعه أن هناك ضحايا عند سقوط عدد من المنازل بالرغم من المجهودات اللي كتقوم بها كل الجهات المكلفة بملف المنازل الآيلة للسقوط. مشاهدينا شكرا على المتابعة، موعدنا يتجدد في نفس التوقيت وعلى نفس القناة.